السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح الزون الثاني. الزون الثاني بحكي لي الان الاستيك باكلينج، يعني لما تروح على رسمه المنحنى تبع الزونات كنا نلاحظ انه كان ال بي والال ار، اذا كان ال بي بيناتهم كان الزون ده عندي لينير، بعدين كيرف، بعدين كيرف، كنا نلاحظ زي هيك. تمام، هسه لاحظ انه هون المومنت بده انتربوليشن، بدي اعمل المومنت انتربوليشن. تمام، بس قبل ما اعمل انتربوليشن في عندي اكثر من شغله بدنا نفهمها. هسه بنعرف انه في عندي انا من شابتر 5 كنا عم نحكي ايش اسمه ريديديوال ستريس. ريديديوال ستريس هذا بقلل لي اليلدينج او بيعمل لي يلدينج عند ستريس مقداره 0.7 من الاف واي. يعني بسبب الريديديوال ستريس بدل ما يكون عندي انا اف واي بصير 0.7 اف واي، فهذا راح ياثر لي على المعادلات، راح يأثر لي على المعادلة. هذا الحكي كلياته هو تبعت 0.7 وبشرح لك إياها وبس. يعني هذا كلياته راح هذا الشيء كلياته راح نحكيه بالقانون بشكل عام. بيقول لي في عندي شيء اسمه bending coefficient. bending coefficient اللي هي رمزها CB، يعني coefficient of bending. هذا coefficient of bending والbending coefficient هذا راح نشوفه لما نحل معادلات الزون 2 والزون 3. تمام، لانه بالزون 1 ما في عندي بيندينج مثبت على الاخر، اما بزون 2 وزون 3 في عندي هاي. هذا بسموه كمان lateral torsional buckling modification factor، يعني بسبب الباكلينج الجانبي بيعمل لي هذا موديفيكيشن، تعديل على قيمه المومنت اللي راح يطلع لي اياه بسبب التورشن. فبالتالي هذا السي بي له قانون. السي بي شو بيحكي لي؟ قانون السي بي بيساوي 12.5 في الام ماكس على 2.5 ام ماكس زائد 3 ام اي زائد 4 ام بي زائد 3 ام سي. طب رح تحكي لي شو الام بي وشو الام سي والام الام ماكس اللي هو المومنت ماكسيمم، بس مش المومنت ماكسيمم على البيم، المومنت ماكسيمم على الطول غير المدعم. يعني لو انا عندي بيم زي هيك الطول غير مدعم، او كان عندي هذا مدعم وهذا مدعم، فشو المومنت دايجرام له هيك، فايش الام ماكس هو هذا. ولكن لو كان عندي هنا طول فبتكون هاي الطول، فالام ماكس هذا، وهنا في عندي الشغلات الثانيه. فننتبه انه الام ماكس هو على الطول غير مدعم، مش بالبيم كامل، مش على البيم كامل. طب شو الام اي؟ هو قيمه المومنت على مسافه ربع. يعني هذا المومنت دايجرام هذا طوله 10، فبالتالي هاي 5 كاملة، فأنا بوجد المسافة على مسافة 5 على 4 اللي هي ربع، وبوجد على مسافة الام بي اللي هي النص، يعني 5 على 2 نص 2.5 يعني، وبوجد على مسافة 3 4 يعني 5 3 4 75% من 5 75% ضرب 5. تمام، فبحسبهم وهاي، فهذا كيف اجيبهم من الاستاتيك، بقطع عند كل ربع وبوجد الهاي. فهيك انا بطلع قيمه السي بي، بعدين بروح على معادله الاسترس. بس قبل ما اروح على السي بي بقول لي اصلا في عندي لو كان عندي عده حالات للبيم بقدر اوجد السي بي مباشره. يعني ليش لا احل اذا كان عندي السي بي هاي المعادلة السي بي عندي، يعني خلص جاي. يعني لو عندي هاي الحالات، هاي حالات السي بي، لو كان انا عندي بالسؤال simply supported beam وinform load، فمباشرة السي بي له 1.14، ما في داعي تحل، لانه شو ما حلت شو ما تغير اللود السي بي هو هيك. طب اذا كانت uniform load بس التدعيم، شوف الاكس قلنا اشارة تدعيم، الاكس اشارة تدعيم، فبالتالي لاحظ انه هون حكي لك انه مدعم على السبورت فقط. لما يكون دعم على السبورت فقط ويونيفورم لود بيكون السي بي 1.14. اما كان هون التدعيم، كان هون التدعيم على ثلاث حالات فبتكون السي بي 1.3. طب لو كان هون سمبلي سبورتد بيم بس لود عادي 1.32. اما لو كان سمبلي سبورتد بيم والتدعيم على الطرف وبالنص فبتكون السي بي 1.67. اما اذا كان عندي لود موزع ولود مستطيل فالسي بي فارز. فارز يعني ايش؟
يعني تكون رينج معين، فانت بدك تحسبها يدوي. كذا تحسبها يدوي بدك تطلع المومنت ديجرام لللود الموزع المركز، وبدك تطلع المومنت ديجرام لللود المركز وتجمعهم، فبتروح بعدين بتحل بي ماكس وبي مومنت ماكس ومومنت ربع ومومنت نص ومومنت ثلاث أربعة. وهون إذا كان عندي التدعيم على منطقتين فبيكون السي بي للميد سكشن واحد وللإند سكشن يعني هاي وهاي 1.67. فبهمني أنا البندنج كوفيشنت كلياتهم، هاي كل الحالات. هاي الحالات إذا ما أجتني زيها بدي أحسبها يدوي، بدي أحسبها يدوي. طيب في عنده هون مثال بيقول لي determine the CB for the beam section assume the beam is doubly symmetric member. ما بهمنيش كلمة doubly symmetric member. أول إشي قال لي beam in figure 9.8 part A part B. شو الفيجر 9.8؟ هات 9.10، هات 9.8. هسا هذا بسموه single curvature. ليش؟ لأنه الكي عندي مقعر واحد، أما الفيكس سبورت بيكون عندي ريفيرس كيربتر، هذا الطول تقعر غير عنها، بصير عندي تقعرين، فبالتالي أنا غير. فبدي أحسب للسنجل كيربتر هون، للسنجل كيربتر هون. هذا المومنت ديجرام إله هيك، هذا L. قديش إله الماكسيموم؟ WL تربيع 8. طالب مني أوجد السي بي، بكل بساطة بتقسم البيم عند الماكسيموم، جهة الماكسيموم، زي هيك. عود الماكسيموم. هاي WL تربيع 8، تمام. بدي أحسب عند L على 4 هون، هاي مسافة L على 4. وهسا المومنت ماكسيموم أصلا بالأصل بالنص، فبالتالي الـ MB هي نفس الـ M max، فهاي برضو L على 4. وبدي أحسب برضو الـ LB عند 3 أرباع، فبالتالي هاي 3 أرباع L على 4، واللي ظلت L على 4. هذا بدي أوجد قيم المومنت. كيف بدي أوجد قيم المومنت؟ بدك ترجع للاستاتيك، يعني تطلع الرياكشن. الرياكشن هون W L على 2، تحسب رياكشن، وهون W L على 2. بعدين بدك تقطع عند مسافة ربع، اقطع هون، اقطع في عندي M، في عندي uniform load مقداره W، في عندي هاي مسافة L على 4، وعندي هون W L على 2. يلا شو قيمة المومنت؟ M زائد W في L على 4 كل تربيع 2 ناقص WL على 2 ضرب L على 4 بيساوي 0. إذا قيمة المومنت عند الربع بدها تساوي WL تربيع 8 ناقص WL تربيع على 16 و 2 على 32. اضرب هاي باربعة وباي اربعة بيطلع عندي 3 دبليو التربيع على 32، كأنه مش متأكد. طيب لو عندي احسب للنص، بدل ما تحط ال على اربعة بتحط ال على 2 وبتكتب نفس المعادلات، وبعدين بدل ال على اربعة بتحط 3 ال على اربعة. حلهم هيو هيو 3 دبليو التربيع على 32 فعلا. وعند النص هذا الـ MA اللي هو اللي عند الربع، والـ MB هو نفسه هون لحسن الحظ عند الـ M max، والـ MC الـ MC راح يكون نفسه MA لأنه هذا متماثل، فالربع الأول نفس الربع الأخير. فطبق المعادلة، حط 1 على 8 يعني اختصر WL تربيع، كلمة WL تربيع اختصرها من هون من هون من هون من هون من هون، خلاها أرقام 1 على 8 1 على 8 3 على 32، حسبهم طلع مع الـ CB 1.14، وهذا الإشي اللي هي هون. طيب لو كان سنجل كيرفتر زي هيك، ايش بتعمل؟ نفس الاشي، بدك تطلع الرياكشن وبدك توجد المومنت، فقيمته 2.38. هذا الاشي كان مشان اوجد سي بي. طب بس عشان اوجد المومنت، مشان اوجد المومنت بالزون 2 بدك تطبق هاي المعادله. الام نومينال، مش الام مش فاي، لا الام نومينال، يعني هاي قبل ما اضربها بوينت 9، قبل ما اضربها بوينت 9 بتساوي سي بي. سي بي ليش؟ لأنه بندنج كوفيشنت. أم بلاستيك ناقص هاي القيمة. هاي القيمة إيش؟ هاي الانتربوليشن، هاي قيمة الانتربوليشن. فبالتالي هاي المعادلة أنا بقدر أبسطها. لو قلت لك إنه الأم بي من خصائص السكشن، والأم بي من خصائص السكشن، والأف واي ثابت،
والاس اكس من خصائص السكشن، الال بي من السكشن، والال بي من السكشن، والال ار من السكشن. فبالتالي هذول الثوابت بقدر ارمز لهم برمز ثاني بدلاله الال بي وبقدر احلهم. فبالتالي انا بقدر ابسط هاي المعادله، ما بحب استعمل هاي، تقدر تستعمل هاي المعادله للحل. خلص توجد الفاي ام ان مباشره، يعني توجد المومنت قبل ما تضرب، بعد ما تضربت البوينت 9، تحكي سي بي ضرب الفاي ام بي اكس. فاي ام بي اكس ايش هو؟ اللي بتجيبه من المانيوال، او بتحسبه اف واي في زد. هذا اف واي في زد في بوينت 9 ناقص بي اف، بي اف هاي من المانيوال بتجيبها، والال بي اللي هو الطول غير مدعم، والال بي ثابت من المانيوال. فبالتالي هاي معادلة الزون 2. فالفرق بين زون 2 وزون 1 في انتربوليشن وفي بندنج كوفيشنت. فبالتالي بدي احسب البندنج كوفيشنت، ممكن يقول لي اسيوم ات واحد عادي يعني، والفاي ام بي اكس من المانيوال، بالبي اف من المانيوال، والال بي معطى، والال بي من المانيوال، بحسبها فبطلع الكاباسيتي للزون 2. خلينا نرجع للسؤال ونحل. شو السؤال بحكي لي؟ Determine the LRFD design moment capacity if capacity ال W24 ب 62، ال LB له 8 وال CB له 1. تمام، اول خطوه بتعملها بدك تعرف اي زون هو. قال لك الطول غير مدعم 8، تمام. قال لك هذا 24 ب 62، شو بتروح تعمل؟ بتروح على المانيوال، بتروح على 24 ب 62. فبدك تظلك تدور على 24 ب 62. هيا لاحظت انه حط لقيته. شو بحط انا المعطيات اللي بتهمني من معادله الام كاباسيتي؟ شو معادله الفاي ام ان؟ بدي تساوي السي بي، بدي احسبها لحاله بشكل بيم، في فاي ام بي اكس من المانيوال ناقص بي اف في ال بي ناقص ال بي. تمام، السي بي كم؟ السي بي حكى لي افرض السي بي بتساوي 1، بتحط 1. الفاي ام بي اكس هيها، هاي دبليو 24 قلنا ب 62، وين 24 ب 62؟ هيو قديش الفاي ام بي اكس؟ 574، تحط 500 ناقص البي اف. وين البي اف؟ هيها، هاي البي اف ايش انا بدي اياها بالال ار اف دي؟ هيها 24.1 ناقص 24.1. شو ال بي عندي؟ اللي هو المومنت اللي هو الطول غير مدعم 8، وال ال بي برضه هاي ال بي. طب انا قبل هيك انا ما فحصت انه بالزون 1 ولا بالزون 2، اذا كان اقل من ال بي زون 1. طب انا الزون انا كم عندي الطول؟ عندي 8. طيب هاي 24 ب 62، كمل هذا 4.87، الثمانية أكبر من بوينت 487، معناها يا زون 2 يا زون 3. أما لاحظ الـ LR 14.4، فهو بين الـ 4.87 وبين 14.4، فبالتالي هو زون 2. فبدأ أطبق معادلة الـ PF. يعني هذا الإشي لازم تفحص أول شيء إنه زون 1 ولا زون 2 ولا زون 3. فبعد ما فحصت إنه زون 2، الـ LP هاي الـ LP 14.4، لا هاي 4.87، تحسبهم بتطلع قيمة المومنت. المومنت كاباسيتي جاهزة، طلع المومنت كاباسيتي جاهزة. هاي فوق فوان قال لك، طلع لك اياهم كلياتهم، قال لك هذا ال LP وهذا ال LR. فلما فحص هو زون 2، اذا كمل فطبق المعادلة. CB اللي هي 1 574 24.1 8 كذا، فطلع معه 499، وهذا اقل من 574. اللي شو ال 574؟ هو ام بي اكس اللي هو من الزون 1. بالتالي تمام، ممنوع يكون عندي زون 2 اكبر من زون 1، ممنوع، هذا الحكي مرفوض، لازم زون 1 اكبر من زون 2 دائما. فالمومنت الزون 1 574، المومنت الزون 2 499، معناته اموري تمام. تمام، هاي هيك الزون 2 خلصنا. هسه الزون 3، اذا كان عندي ال بي، ال بي قصدي البيل التحتانية أكبر من LR، فبالتالي أنت مباشرة أول ما بتشوف السؤال LB أكبر من LR بتطبق معادلة الزون 3. شو معادلة الزون 3؟ مباشرة قانون واحد اللي هو الأم نومينال قبل ما تضرب بوينت 9 FCR في SX. هسا ال LR اللي هو اللود اللي راح يحدث عندي باكلينك، فبدي أنا أرجع لمعادلة أويلر. فهذا الإشي
فعليا زيه زي معادلة أولر بس موسعة بسبب التورشن. فبالتالي F إيه، فأنا الفاي أم N ده تساوي 0.9 في F سي R في S X. S X من المانيول، أو إذا كان بيلت أب سكشن تحكي I على C، والF سي R اللي هي هاي المعادلة. شوف مكبرها بتغلب شوي. السي بي اللي هو البندنج كوفيشنت، لاحظ انه قلت لك البندنج كوفيشنت بيكون معك بالزون 2 وبالزون 3. ال بي اللي هو الطول غير مدعم. الار تي اس هذا بسموه افكتيف راديوس اوف جيريشن، هذا بتلاقيه بالمانيوال. مثل المانيوال هيو ار تي اس. والاتش نوت، الاتش نوت شو هذا الاتش نوت؟ الديستانس بتوين فلانج اند بوينت. فعندك اثنين فلانج بتروح السنترويد تبعهم تحسب المسافه بينهم. والجي اللي هي البولر التورشنال كونستانت هيو. السي دائما واحد يعني خلص مباشره انتهى القانون، شيل منه السي. الاس اكس معي والاتش نوت معي وهذا الحد نفسه. فبالتالي بطبق هاي المعادله اموري بهذا. بس انتبه ال بي هون بالفيت والار تي اس بالانش. ركز الله يرضى عليك، لما تطلع ال بي تضربه ب 12 وهون نفس الشيء. اما هذول هاي انش هاي انش هاي انش عادي اموري تمام. انش قوة اربعة انش وانش اموري تمام. فمثال بسيط بقول لي using AICI F2 اللي هي المعادلة اللي فوق determine the value of phi MPNX اللي هي هاي السكشن 18 بـ 97، الان براست لينك 38. ايش السكشن عندي؟ 18 بـ 97. فبدي اروح اشوف اذا ال بي اقل ولا اكبر. 18 بـ 97. طب وين قديش طلع المومنت؟ فحص قارن المومنت 897 مشان اعرف وين ارجع بالضبط. ايش السكشن حكينا؟ 18 بـ 97. فتح تقريبا 18 هي 18 بـ 97. المومنت التيميت 791. انا بديش مومنت التيميت، انا بدي ال بي والال ار. قديش انا اعطاني الطول؟ اعطاني الطول 38، يعني اكبر من الال ار يعني سلندر. يعني شو بتروح على المعادله هاي؟ فبدك تحكي له هاي الخصائص جابها من المانيوال، الال ار كذا والار تي اس كذا والجي كذا والسي واحد والاس اكس 188 والاتش نوت كذا والزد اكس كذا. فهون زد اكس ما بحتاج اضبطه. فهون ال بي 38 معناته اكبر من هاي معناته زون 3. بعدها اف سي ار بتساوي البندنج كوفيشنت واحد، هو قال لي افرضه لو غير هيك بدي احسبه. باي تربيع 29000 ثابته، ال 12 للتحويل، 38 طول البيم، ال ار تي اس من المانيوال، هاي واحد قلنا خلص اعتبرها مش موجوده، هاي من المانيوال مانيوال 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 طول موطا. حسبها طلعت معي 410، فال 410 يضربها ب 0.9 فاموري تمام. اموري تمام تمام. كان الفيديو قصير فخلص الجزء الاخير من التشابتر بنكمله مع الجزء الاول يعني مع الجزء الثاني. هسه بقول لي ديزاين تشارت، انت بدل ما تحل كل الشغلات اللي فوق انت ممكن تصمم البيم من الديزاين تشارت. هسه ديزاين تشارت هاي وظيفتها زي وظيفه تيبل 4.1 وتيبل 4.22 بشابتر 5 و6، انه خلص مباشره بتطلع لك السكشن جاهز. طبعا هذا الشرح كلياته ما بدي اياه، انا بشرح لك اياه لحالي. بقول لك راح تلاقي منحنيات في نقط سوداء. كيف يعني اللي هي النقط السوداء؟ شايف هاي نفسها، هاي نفسها الغامق اللي هون السكاشن الغامق اللي هون، لانه انا دائما بختار الغامق. شايف هذه المنحنيات؟ هاي منحنيات التصميم. في عندي نقط سوداء، النقطه السوداء اللي هو بدايه السكشن اللي بدي اصمم عليه. هذا الخط الأسود، هذا السكشن تبعي هيك، هذا الخط الأسود السكشن تبعي هيك، وهكذا. فعندي خطوط سوداء أو نقط سوداء بشكل عام. يعني هاي مالها؟ يعني هذا أخف سكشن، وأنا أكيد لما يطلب مني بدي يطلب مني أخف سكشن مشان الاختصار. هس كيف بدي أحل؟ كيف بدي أوجد أنا؟ كيف بدي أوجد السكشن تبعي؟ كيف عندي أوجد السكشن تبعي؟ يعني أنا هون في عندي الفاي أم أن أو نفسه ده المومنت اللي بيطلعوا من الاستراكشر WL تربيعة 8 مثلا، وهكذا. هذا المومنت مومنت كاباسيتي ممكن تكون معطاة أو هذا. بقارنها مع ال LB، مع ال LB شو بطلع؟ ب
بعمل تقاطع كيف يعني؟ لو نيجي مشان الرسم تكون هيك، لو فرضا طلع معي الاني براس لينكث في الال بي 10 تمام، طلع مع المومنت 510، لا بدي اقول 508 او 500 هاي القيمه، فبنتمت خط زي هيك، فهاي نقطه التقاطع. انت شو بتعمل؟ تختار اقرب خط سوليد، يعني مش تروح تختار السكشن هذا، دير بالك ليش؟ لانه هذا خط منقط، انت بتروح على اقرب خط سوليد، وانا اقرب خط سوليد هيو، فالسكشن اللي بختاره 21 ب 68 لو كان عندي ال بي 10 وهاي 507 مثلا هي هون في بتقيس المسافات انت لحالك. فانا بدي اوصله، لما تحل بتروح على اقرب خط اسود، على اقرب خط اسود وبتختار السكشن تبعك، بتختار السكشن تبعك. طبعا مكتوب على المنحنى شو السكشن، طبعا هذا لرسم وحده، وله فعليا موجود هون، موجود تكملته تيبل 10 13، شوفه موجود هون، هاي هون هاي المنحنيات كاملين، هاي المنحنيات كاملين لأي مومنت بدك اياه ولأي طول بدك اياه تمام. فبتحل طبعا هون ايش الفرض؟ الفرض انه الحديد 50 والفرض انه السي بي 1. طب السي بي مش 1، ما احنا مش دائما كل اسئله السي بي 1. بقول لك شو بنعمل فيه هسه، خلينا نحل اول شيء مثال هون. بقول لك يوزنج 50 كي اس اي ستيل select the lightest available section of the beam which has lateral bracing provided for its compression flange only at end. يعني انه انت مدعم عندك على compression flange بالنهايات بس، يعني ال LB بتساوي 20. assume that CB بتساوي 1. هسا افرض CB بتساوي 1، مع انه بقول لك هي بالاصل قيمتها 1.114 بس هو بقول لك افرضها 1 مشان نكمل الحل. لاحظ انه هون قال لك not including beam weight، فبالتالي بدي افرض انه انا ما عندي وزن وبحل، واذا طلع عندي المومنت بطلع المومنت، بعدين بطلع السكشن، بس بطلع السكشن بجمع على الديد لود وبشوف شو بصير معي اذا المومنت بعد الجمع اعلى ولا اقل. حليت قال لك تجاهل ال W ultimate هي 1.2 في 1 زائد 1.6 في 2، بعدين بطلع ال M ultimate، بعدين بطلع ال M ultimate، ال M ultimate 220 والال 20، فبرجع على المنحنى. اذا هذا المنحنى مش معي بروح على المنحنيات اللي هون، المومنت 220، المومنت 220، هسه مومنت 220 والطول 20، لاحظ انه هذا ما في مومنت 220، فشو بتعمل؟ بترجع على المنحنيات اللي هون، فهي المنحنيات عندي شوف فصل مومنت 15000 انا ما بدي اياه، بتروح على مومنت قريبه من ال 20، هي هون تقريبا. هون هذا مومنت هاي 220 يعني هون تقريبا تمام. بس ايش انا القيمة الثانية؟ ال LB عندي، ال LB عندي كم؟ ال LB عندي 20، فبالتالي بروح على الرسم بروح اللي بعدها، هاي هون هاي 20 وهاي مومنت تقريبا 220، فشو بعمل؟ بروح بقاطع، بروح بقاطع. بضل نكمل تقريبا هون، فوين نقطة التقاطع؟ هيها. شو بروح بختار؟ بختار أقرب خط سوليد. شو بختار؟ 12 ب 53. شوف هو شو اختار؟ اختار 12 ب 53. رحت تحكي لي يا محسن ليش ما اختار 18 ب 60؟ بقول لك لا، أنت بتروح على أقرب خط سوليد، أقرب خط سوليد ف 12 ب 53. هيو. فشو هسه قال لك؟ ارجع حل انه ضيف وزن البيم زي اول مثال اخذناه بالشابتر، ضاف ال 53 على 1000 وحل، طلع مع المومنت 223، وانا قديش اعلى مومنت طلع لي اياه السكشن السكشن هذا، بروح على تيبل 3 وبجيبه. فايش قال لك؟ انه ارجع حل 12 ب 53، 12 ب 53 بتحمل 203.5 وهو اعلى من 223. لاحظ انه المومنت بعد ما ضفت وزن البيم ما فرق معي غير 3 عادي. فايش قال لك؟ انه انت بعد ما حليت طلع معك الام التيميت 223، فبتروح على 223 مومنت مقداره طوله 20 وايش 223. بقول لك بنفس الاشي لما رجعت دخلت المنحنى لقيت انه 1253 هو اللي بتحمل، هو اللي بتحمل. طبعا النقطة السوداء هو الكاباسيتي تبعته،
هذي بتحمل 230.5 النقطة السوداء بتحمل 230.5. فبتمنى انه الديزاين تارت واضحة. هسا بقول لك لو كانت السي بي مش واحد بس ملزوم اني اشتغل على التارت، يعني قال لك استعمل التارت بس السي بي مش واحد، شو بتعمل؟ بتطلع شيء اسمه ام افكتيف، بتطلع شيء اسمه ام افكتيف. شو الام افكتيف بيساوي؟ الام التيميت على السي بي. فهذا المومنت اللي بتطلعه هو اللي بتروح هون، يعني هاي القيمه اللي طلعت معي هي اللي بتقارنها هون، بس هذا الفرق. فبتروح بتحل المثال اللي بعده. Using 50 KSI and both LRFD, select the lightest available section. قال لك إذا LB 17، لاحظ أن الطول غير مدعم. عندك هون حط لك X، هون حط لك X، هون حط لك X، فبالتالي الطول غير مدعم 17. طبعاً أنا بقدر أن السي بي له هون 1.67 من القوانين اللي طلعناها أول إشي، أو أنه أنا حسبتها يدوي. فإيش بعمل أنا هسا؟ المومنت ألتيميت هون BL على 8، BL على 4. 1.2 في 30 زائد 1.6 في 40 مضربها 34 على 4 قديش طلع معي الماكسيمم مومنت؟ طلع معي الماكسيمم مومنت 850. بروح ايش بدخل المنحنى على 850؟ بدخل المنحنى على 850 على السي بي 509. فبروح على المانيوال على مومنت مقداره 509، يعني تقريبا هون، والطول له كم؟ 17. يعني وين ورا الصفحة اللي قبل هيها، بروح هون تقريبا، هاي بتزيد نص، كل خط بزيد نص، فهاي 16.5، هاي 17، هاي الخط 17 وهاي 509. فايش اقرب سكشن عندي؟ هذا الخط السوليد 18.76 كأنه، لا ايش اختار عندي؟ 24.76 هاي 18 ولا 24؟ 24. ليش 24؟ هذا المنحنى ايش؟ 16 24. هي 24.76 الخط هذا، بس كمل منقط بعدين، كمل منقط هيو. بعدين اصلا لما حل كان طلع معاه فاشل ورجع حل من اول، فاختار 24.76 فطلع معاه المومنت كبسته 750 اقل من 850، فرجع عاد الحل ايش؟ مختارش هذا، اختار اللي بعده. شو اختار اللي بعده؟ 27.84 اللي هو هذا. اختار المنحنى هذا ضاف الوزن، وزن البيم، فطلع معاه قيمته 865 والفاي ام بي 915، معناته اموري تمام. بس هي مش واضحه شوي شغله المنحنيات هاي، نختار هذا مباشره. بس الفكره اللي صارت انه اول شيء فرض هذا السكشن طلع معاه 750، فايش؟ ما راحش حل على نفس الحل، لا زود الحل. كيف يعني؟ راح طول 17 بس عموما اعلى من 750 هاي، يعني هو بس رجع فرض مره ثانيه. فلما راح الصفحه اللي بعد هاي، راح على هاي وحل، فطلع معاه السكشن اللي اختاره هو هون 27.48 هاي. بس سبعة وعشرين ضرب 84 وحل واختار. هون بقول لك use the 50 KSI lightest available section repeated كذا والبيلف كذا وهاي. شو عمل هون؟ السي بي مش معي. طب كذا طلع السي بي هون، البراسينج طبعا وين البراسينج؟ هون وهون وهون. فبالتالي انا عندي بدي اطلع هاي القيمه. هاي القيمه كم؟ قلنا فارس لما يكون ليد، لما يكون عندي موزع
ومركز بفارس. فشو بعمل انا؟ بدي ارسم مومنت ديجرام، برسم مومنت ديجرام واطلع على مسافة ربع، على مسافة نص، وعلى مسافة 75%. فطلع المومنت لهذا للموزع، وهذا الشيء طلع المومنت اللي هون والمومنت اللي هون والمومنت اللي هون، هاي سماهم ام بي ام اي ام بي ام سي وام ماكس. فطلع قيمة السي بي، بعد ما طلع قيمة السي بي طلع الام التيميت 532 قسمه على السي بي. ليش؟ عشان الام افكتيف. بعدين دخل على المنحنى حلي، دخل ايش الام افكتيف؟ انا عندي 368 وكمل ال بي عندي 14. 300 هون وايش 14، هاي الطول 14، وايش قلنا المومنت 386. يعني تقريبا هون 370 378، تقريبا هون قول. فاختار ايش السكشن هذا 21 62، هيو اختار السكشن 21 ب 62، اقرب خط اسود، اقرب خط اسود. لما اختاره ضاف وزن البين، طبعا طلع معاه المومنت. هيو لما اختار السكشن الام ماكس له كم؟ 540. فال 540 بعد ما ضربتها بالسي بي، لما رجعت السي بي وطلعتها طلعت 559 مالها هي المومنت كاباسيتي بعد ما ضربتها بالسي بي. بعدين بس هي المومنت كاباسيتي كم له؟ 540. فايش الكنترول عندي؟ الكنترول عندي هو 540، يعني عندي قيمتين المومنت، قيمة مقدارها 540 وقيمة مقدارها 559. هاي 450 ايش هي؟ المومنت كاباسيتي لل21 للسكشن اللي اخترته. المومنت كاباسيتي له 405، فلما طلعتها طلعت معي 559، بس هي اقل من المومنت كاباسيتي لمين؟ من ال 540. ال 540 ايش؟ هي السكشن 21 ب 62. فطلعت ايش انا؟ السكشن طلع معي هيك، لانه ايش انا طلع معي المومنت؟ اعلى مومنت طلع معي 532، وانا والسكشن اللي انا اخترته هو 540. عندي قيمتين للمومنت 559 و 540، اكيد راح اخذ الاقل. في 532 اقل من 540 معناته اموري تمام، اموري تمام. هاي لاحظ من تيبل 13 قيمته 405 540 من تيبل 3-2. 13 من المنحنيات، أنا ما بهم من المنحنيات. ليش 405 المنحنيات؟ بعد ما طلعت أم إفكتف، فأنا 559 أكبر من هاي، فأنا لا بأخذ الأقل. تمام، هسا آخر موضوع بالشابتر اللي هو النون كومباكتد سكشن. هسا قلنا أول شيء الكومباكتد سكشن هي اللي بتكون بالزون الأول، دائما بالزون الأول. هسا النون كومباكت سكشن راح تكون بالزون الثاني او بالزون الثالث. لما نحل هاي بدنا نقارن مع شيء اسمه لامدا ولامدا بي ولامدا ار. تتذكروا بالشابتر الكومبريشن ممبر كنا نقارن مع لامدا ار، بس هاي لامدا ار احنا متعودين عليها. طبعا عندي ان ستيفنت وستيفنت ممبر نفس الاشي، نفس الاشي. فهون ايش بتقارن؟ لا مع لامدا ار ولامدا بي، هاي غلط، هاي لامدا بي اسمها، تمام؟ لامدا P. فعندي لامتا ولامتا بي ولامتا ار. اذا لامتا اقل من لامتا بي واقل من لامتا ار يعني هي كومباكتد، يعني خلاص ما عندي اي شيء. اذا كانت بيناتهم بتكون نون كومباكتد. فبدي اطبق معادله النون كومباكتد وينها؟ هيها بطبق هاي المعادله. طبعا بشتغل كله للفلانج، اذا للفلانج لانه هو دائما للفلانج فقط بصير فيه. فبطبق هاي المعادله، وإذا كان عندي أكبر يعني سلندر بطبق لها. طبعا هاي إذا كانت للبيلت أب سكشن. فتمام، فأنا إيش عندي؟ عندي ثلاث حالات، يا بيكون كومباكتد وبسكت خلاص بشتغل زي قبل، يا بيكون عندي نون كومباكتد بس نون كومباكتد فبحل على هاي المعادلة، يا بيكون عندي سلندر ف
فبشتغل على هاي المعادلة. في سؤال بتذكر شفته بلت اب سكشن سلندر طلعت مع الفلانج سلندر فلانج بطبق هاي بطبق هاي. طبعا هون ستيفند وان ستيفند. فعندي هون اكزامبل بحكي لي تترمان ذا الار اف دي فلكسر ديزاين ستريس للدبليو 12 ب 65 فول لاترال بريسنج. يعني هو بشكل عام في فول لاترال بريسنج بس انا ما بعرف بس 12 ب 65 لو نروح 12 ب 65 من المانيوال هون في عليه إشارة F. إشارة F يعني في فلكستر يعني هذا مش بالزون الأول. هاي أول شغلة. وإذا كان عندي حرف C بيكون هذا معناه سلندر يعني في لوكال باكلينج. فبننتبه إذا السكشن في F ولا في C. ف 12 65 بقول لك إنه هذا في عندي ايش في عندي انه الفلانج نون كومباكت او في عندي فلكستر ستريس. هاي شو قال لك هو الاف شيب اكسيد كومباكتد ليميت يعني بطل كومباكت. الاف يعني هو نون كومباكت والسي يعني سلندر. فالاف يعني انا مباشره يعني انا هسه لما اجي على المانيوال واختار سكشن شوف اذا عليه سي اعرف انه هذا سلندر يعني بدك تفحص السلندر خاوه. اذا عليه اف افحص على الكومباكت ولا نون كومباكت ممكن يكون كومباكت وممكن لا. فانتبه ف 12 ب 65 حط لك ملاحظه انه عليه اف فمباشره افحص الكومباكت. فلما بدي افحص الكومباكت هيا بقول لك از ذا فلانج كومباكتد ولا لا. فحص طلع الواي بي طلع اللمتا لمتا بي واللمتا واللمتا ار طلعت انه اللمتا بين اللمتا بي واللمتا ار معناته هذا نون كومباكت. نون كومباكت فبدك تطلع الام نومينال. الام نومينال هو الام بي ناقص هاي تبعت الريديوال ستريس وهالانتربوليشن. حليتهم قسمت 12 وطلعت المومنت هذا ضربت بوينت نوت طلع معي 356. لاحظ انه كان 395 صار 356 اثر شوي صغيره لما صارت كومباكت سكشن فهذا هيك تقريبا شابتر 9. شابتر 9 لو بدنا نحكي له ملخص سريع بخمس دقائق في عندي انا زون 1 باي ام ان بتساوي 0.9 في اف واي في زد. زون 2 تطلع السي بي تطبق معادلة الفاي ام بي ان مثلا بتساوي او فاي ام ان بتساوي سي بي في فاي ام بي اكس مانيوال ناقص بي اف مانيوال في ال بي ناقص ال بي. تمام ال بي يعني انه الزون 1 كان ال بي اقل من ال بي وهون ال بي اكبر من ال بي واكبر من ال ار. والزون 3 تكون ال بي اكبر من ال ار. فبتروح بطبق معادلة فاي ام ان بدها تساوي 0.9 في اف سي ار في ايش في اف مش في اف واي في اس اكس كأنه مش بارجع لها في اس اكس. والاف سي ار بتعتمد على معادلة طويلة كثير. فهذا ملخص شابتر 9. بدي اشوف البيم عندي باي زون وبس اخلص. ممكن اشتغل على ديزاين تشارت اصمم سكشن اصمم بيم بفحص اذا كان السي بي 1 بتروح اقرب خط اسود غامق واذا السي بي اكبر من 1 مثلا بحكي الام افكتيف وبصمم. ثاني شغله انه لما بدي اصمم سكشن من المانيوال لما اصمم سكشن لما أصمم سكشن من جدول ثلاث بأخذ الخط الغامق بالمجموعة
بالمجموعة. أنا لما أصمم سكشن بصمم الخط القائم بكل مجموعة لأنه هو الأخف، هو الأخف. وغير هيك بدي أفحص إذا كان عندي، إذا كان السكشن نون كومباكت شو بعمل؟ بطبق معادلة وننتبه على المانيوال إذا في حرف السي أو لا. وإذا كان عندي سلندر بطبق معادلة ثانية. تمام، هذا ملخص chapter 9. إن شاء الله نكون نفهم. زخامة معلوماته كثير، بدك تنتبه بأي زون أنت وبس. إن شاء الله جاب بضل على chapter 10 و 11. chapter 10 جدا بسيط، راح نشرح نص فيديو، يعني مش فيديو، نص فيديو. و chapter 11 أطول شوي، بس إن شاء الله غير يكون سهلين. يعطيكم ألف عافية.